ما يخص التقويم أو الفصول الثلاثة. الفصول الثلاثة الآن تحت الدراسة، ويعني وهناك كذلك تكليف من المقام الكريم لدراسة تأثير الإيجابي والتحديات في الفصول الثلاثة، وبمشيئة الله هناك مختصين من أجهزة مختلفة داخل وزارة التعليم وكذلك من خارج الوزارة لدراسة مدى الاستفادة من الفصول الثلاثة وفرصها وتحدياتها، وسوف بمشيئة الله يعلن عن هذا الموضوع إن شاء الله.